الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. انا فرحانه بزاف كسفيره القفطان المغربي، وكنشكرهم على هذه الاستضافه اللي تحت لي فرصه باش نكون من جديد معاهم. وفرحانه ايضا حيت كنت في الغلاف ديال ليليان. كنوجه لهم تحيه خالصه من كل قلبي، وكنقول لهم انا كنحماق عليكم، وان شاء الله كنتمنى ما تكونش اول مره واخر مره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.